كان حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبلي أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، وذلك لدى وصول جلالته إلى البلاد هذا اليوم. يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في زيارة لمملكة البحرين. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وبعد استراحة قصيرة بقاعة التشريفات الكبرى بمطار البحرين الدولي، توجه موكب جلالة الملك المفدى وضيف البلاد الكريم إلى قصر الصخيرة، حيث اصطف طلبة وطالبات مدارس وزارة التربية والتعليم والمواطنين والفرق الشعبية الذين رحبوا من مقدم ضيف البلاد الكريم، وازدانت شوارع المملكة بأعلام البلدين وصور لعاهلي البلدين الشقيقين. Thank you.
وفي قصر الصخير جرت لجلالة العاهل المغربي مراسم استقبال رسمية، وعزفت الفرقة الموسيقية سلامين الملكي المغربي والملكي البحريني. ثم تفقد جلالة الملك المفدى وجلالة الملك محمد السادس حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما.